السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. حاولت الاتصال بفضيلتك أكثر حتى مجلت يدي. والله يا رب يغفر لنا ولك، لكن يعني أسئلتك في الآونة المتأخرة لم يعد يسعد الناس بها كما كان من قبل. اسأل أسئلة نافعة تفضلا منك. بارك الله فيك. الله يكرمك. لا شك الذي يحدث في أرضنا وأرضكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح. القراءة في المصحف، القراءة من المصحف في صلوات التراويح لا بأس بها على رأي جمهور العلماء، واستندوا إلى أمرين. الأمر الأول استنادا إلى أثر عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه أن مولاها ذكوان كان يؤمها من المصحف، واستدلوا أيضا بحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة فقاسوا عليها المصحف، والله أعلم.